خلونا نشوف كده البوتنشال ديفرنس بيعمل ايه. لو انا جبت طوبه وجيت رميتها على ازازه عربيه من الهايت ده، يعني ازازه العربيه قدامي وانا رحت سايبها راحت وقعت، تمام؟ هل ازازه العربيه هيحصل له حاجه؟ طوبه صغيره مش هيحصل له حاجه، في الغالب مش هيحصل له حاجه عشان المسافه قليله فمش هيحصل حاجه، ده كده بوتنشال ديفرنس قليل. انما لو طلعت فوق الدور ال 15 مثلا ورميت نفس الطوبه، لو مفيش اير ريزيستنس، انا اعتبر ان مفيش اير ريزيستنس، ايه اللي هيحصل؟ هيتكسر بقى، صح؟ ليه؟ لان الطوبه كده في الحاله ديت بقت واخده انرجي اكتر، صح؟ البوتنشال ديفرنس دوت كل ما بعلى كل ما الهايت بيعلى فهي بتاخد ايه؟ انرجي اكتر او بتجين انرجي اكتر، فاللي بيحصل ان هي بتكسر ايه؟ الازاز. نفس الكلام بالنسبه للتشارج، كل ما بعلي البوتنشال ديفرنس الهاي ده اعليه اكتر واللو ده اقلله اكتر، يبقى الديفرنس ما بينهم يزيد، يبقى الانرجي اللي هتاخدها للتشارج ديت هيحصل ايه؟ هتزيد. الانرجي اللي بياخدها البادي من حاجه ثانيه بنسميها ورك. يعني مثلا انا عندي حاجه ثابته اهي، تمام؟ ملهاش انرجي، وانا مخزن جوايا شويه انرجي نتيجه للاكل اللي باكله وكده، كيميكال انرجي متخزنه جوايا. لو انا جيت زقتها مش هي كده خدت انرجي؟ صح؟ الانرجي ديت جابتها مني، ما دام انا نقلت لها انرجي فبنقول ان انا كده عملت عليها ايه؟ ورك. فيها مشكله؟ يبقى انا كده عملت عليها ورك. نفس الكلام اللي التشارجز ديت عشان خاطر البوتنشال ديفرنس حركها، يبقى البوتنشال ديفرنس دوت عمل عليها ايه؟ ورك. فيها اي مشكله؟ لو انا عملت ورك 5 جول على الاوبجكت، مش كده الانرجي اللي هو هياخدها 5 جول؟ لان هي بس بتترانسفورم فروم وان فورم تو انذر. انا طلعت من عندي انرجي 5 جول، يبقى انا عملت ورك 5 جول، يبقى البادي خد انرجي ايه؟ 5 جول. يبقى الانرجي هي هي مين؟ الفاليو بتاعت الورك. فيها اي مشكله؟ يبقى عشان كده بدل ما اقول ان هو الورك دايركت مع البوتنشال ديفرنس، سوري الانرجي دايركت مع البوتنشال ديفرنس، هي هي ان الورك دايركت مع البوتنشال ديفرنس. كل ما بعلي البوتنشال ديفرنس كل ما الورك اللي بيحصل على التشارجز دوت بايه؟ بيزيد. حد عنده مشكله؟ طيب لو من نفس الهايت وانا رميت الطوبه الصغيره دي ما حصلش حاجه، وجيت رميت مثلا كوره بولينج مثلا كبيره دي، تمام؟ ورحت رميها، ايه اللي هيحصل؟ هتتكسر. ليه؟ مع انه نفس البوتنشال ديفرنس، علشان خاطر الكوره الكبيره دي الماس بتاعها اكبر، صح؟ الحاجه اللي بتشدها اكبر. بس هنا في الالكتريستي ماليش دعوه بالماس، ليه دعوه بمين؟ بالكوانتيتي اوف تشارج. الكوانتيتي اوف تشارج هي اللي بتعمل فورس، كل ما الكوانتيتي اوف تشارج تزيد كل ما الفورس تزيد، صح؟ يبقى كل ما الكوانتيتي اوف تشارج تزيد بديهي الورك هيحصل له ايه؟ هيزيد. يعني انا لو جبت هنا 1 كولوم تشارج و 4 كولوم تشارج وتشدوا بالبوتنشال ديفرنس ده، راحوا من الهاي للو، مين فيهم اللي هتجين انرجي اكتر؟ ال 4 كولوم هتجين انرجي 4 تايمز اللي هتجينها ال 1 كولوم. فيها اي مشكله؟ يبقى معنى كده ان الورك هيبقى دايركت مع مين؟ مع الكوانتيتي اوف تشارج كمان. فيها اي اعتراض؟ فهمنا الريليشن ما بين الورك والبوتنشال ديفرنس والكوانتيتي اوف تشارج؟ حلو. البوتنشال ديفرنس بيتسمى في. انا عايز اعمل ديفينيشن للبوتنشال ديفرنس، هو ده الحاجه الجديده بالنسبه لي. الورك او الكوانتيتي اوف تشارج ما اعتبروش هم الجداد، فهنخلي الفي لوحدها في سايد وهنودي كيو بالديفايدد. يبقى معنى كده ان الفي هتبقى ايكوال دبليو اوفر كيو. W اللي هو الورك اللي هو هو انرجي، قلنا ان هو هيتقاس بيونت اللي هي مين؟ جول. والكوانتيتي اوف تشارج كولوم. يبقى معنى كده اليونت بتاعت البوتنشال ديفرنس هي جول بير ايه؟ بير كولوم. الشخص اللي اكتشفها برضه او اللي قدر ان هو يقيسها اول مره عملي كان اسمه فولتا، فراح مسميها باسمه فولت. تمام؟ يبقى اليونت بتاعت البوتنشال ديفرنس ايه؟ فولت. خلاص؟ هنلاحظ بس حاجه غريبه، ان اي فيزيكال كوانتيتي في الدنيا السيمبل بتاعها بيبقى على الاسم بتاعها، يعني انتنستي كارنت انتنستي اي، كوانتيتي اوف تشارج كيو تايم تي اند سو اون. انما اسم العالم بيروح لمين؟ لليونت، صح؟ مفيش غير شخص واحد بس في الكلاسيكال فيزيكس كلها اللي قدر يسمي الفيزيكال كوانتيتي باسمه. هو مين؟ فولتا. هو ده بوتنشال ديفرنس، لقينا السيمبل بتاعه ايه؟ في. ما تفهموش، هو كان عنده قرايب مهمين او حاجه زي كده فهو قدر ان هو يسمي البوتنشال ديفرنس باسمه، وهنلاقي ان احنا بنستخدمه اسمه فولتج. يبقى البوتنشال ديفرنس هو هو مين؟ الفولتج. اتفقنا؟ عشان كده هو واخد السيمبل فيه. طيب
عايزين نعمل ديفينيشن للبوتنشال ديفرنس زي ما عملنا ديفينيشن للكرنت انتنسيتي. عملنا ديفينيشن للكرنت انتنسيتي بنقول ازاي؟ ذا كرنت انتنسيتي او ذا انتنسيتي اوف الكتريك كرنت از ذا كوانتيتي اوف تشارج. اسال نفسي على طول اللي بتعمل ايه، اللي هي باسنج ثرو كروس سيكشن اوف ذا واير ان 1 سكند. طب هنا ذا بوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس، دائما وابدا البوتنشال ديفرنس بيتقاس ما بين تو بوينتس، از ذا ورك دون. اسال نفسي على طول الورك دون بيعمل ايه. انا قلت لما اعمل ورك على اوبجكت يبقى انا حركته اديته انرجي صح. الورك دون دوت على التشارج بيحركها من بوينت لبوينت صح، يبقى دوت ورك دون تو ترانسفير تشارج بتوين ذا تو بوينتس. طب والكوانتيتي تشارج هتبقى كام؟ 1. ما دام قلت ان ده هو ده يبقى ديت لازم تبقى يونت تشارج. يبقى ذا بوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس كله على بعضه از the work done to transfer a quantity of charge of one column or unit charge between the two points. اتفقنا؟ حلو. هسأل سؤال. انا دلوقتي لو جبت خزان مية مثلا ورحت حطه فوق العمارة كده، هو high potential or low potential؟ high. وانا فتحت حنفية مثلا من تحت يبقى كان في potential difference high low، فهيحصل flow من الهاي للو. في اي مشكلة؟ السؤال بقى، هل ممكن ان انا احط الخزان تحت وافتح حنفيه فوق الميه تطلع من اللو للهاي؟ ايه باستخدام ايه؟ احتاج فورس، بس فورس خارجيه مش جرافيتي صح. الجرافيتي بتنزل لتحت، علشان خاطر ارفعها لفوق يبقى انا احتاج فورس خارجيه صح. انا لو سبت القلم دوت يقع بيقع من الهاي لمين؟ لللو. انا عشان ارفعه تاني بفورس خارجيه اللي هي الفورس بتاعت ايدي بترجعه تاني من مين؟ من اللو للهاي. يبقى انا التشارجز ديت ممكن ارجعها تاني من اللو للهاي بس باستخدام ايه؟ فورس اكسترنال غير الالكتريك فورس. فهم جم يفكروا ان انا لو جبت اي الكتريك كومبوننت او ديفايس زي مثلا دي لمبة باعتبار ان دي لمبة وجيت حطيتها ما بين two points of potential difference دوت مثلا high ودوت low، يعني زي مثلا ان هنا في 5 column مثلا وهنا في negative 5 column، فالمفروض ال 5 column تروح لمين؟ لل negative 5 column تمام. طب هما لما يخلصوا ويحصل balancing الا يحصل، هل هيحصل flow تاني؟ لا. يبقى هي اللمب بالمنظر دوت ممكن ان هي تنور وتروح طافي على طول. لا، انا عايز اللمب دايما تبقى منوره بايه؟ باستمرار. يبقى لازم اخد التشارج دي من اللو اروح مرجعها تاني لفين؟ للهاي. بس قلت باستخدام فورس اكسترنال من نوع مختلف، مش هتبقى الكتريك فورس. فهم لقوا الكلام دوت موجود في الباتريز او في السيلز، الالكتريك سيل. الالكتريك سيل ديت كيميكال بتعمل كيميكال فورس، بتقدر ان هي تفصل التشارجز تاني وتروح جايبه التشارج توديها من اللو لمين؟ للهاي. اول ما تيجي عند الهاي تجري تروح لمين؟ لللو. فيفضل السايكل شغاله باستمرار، فتفضل اللمبه منوره باستمرار. ايه اللي بيحصل جوه الباتري بيعمل كده؟ ده قلت ان هو ايه؟ كيميكال. ده ان شاء الله هتاخدوه في الكيمستري بالتفصيل في شابتر 3 في الالكتريك كيمستري او شابتر 4 مش فاكر، بس هو اللي جوه الباتري ده كيميكال، ده انتوا تاخدوه باستمرار. انا كل اللي اعرفه ان في من جوه نوع فورس مختلف هو اللي بيرجع التشارج من اللو للهاي تاني. في اي اعتراض؟ وتفضل ملففه التشارج في السيركت كامل. الباتري ديت برضو ليها فورس او ليها قدره ان هي تلفف التشارج او تحركها زي البوتنشال كده، مكان ليه القدره ان هو يعمل الكلام ده. بس ايه الفرق؟ اول فرق ان البوتنشال ديفرنس دوت الكتريك بيور الكتريك كله الكتريك تمام، وما بين تو بوينتس بس. انما القوه بتاعت الباتري ديت نوعين، نوع جوه اللي هو من نوع مختلف زي ما قلت لكم كيميكال، والنوع اللي بره اللي هو مين؟ البوتنشال ديفرنس او الالكتريك. خلاص كله على بعض او القوه بتاعتها كلها سميناها الكترو موتيف فورس. اي سورس في الدنيا ليه الالكترو موتيف فورس بتاعته، مش لازم تكون باتري، ممكن تكون نوع مختلف زي داينامو مثلا.
الداينامو او الدينامو او المولد ده بتبقى نوع الفورس اللي جوه بتبقى ماجنتيك فورس، ممكن يبقى سولار سيل برضو نوع الفورس حاجه مختلفه، فاسمه ايه دوت. المهم ان اللي من جوه نوع مختلف وخلاص، ماليش دعوه هو ايه حاليا، انا ليا باللي بره. الالكتروموتيف فورس هي زيها زي مين البوتنشال ديفرنس، من حيث ان هي بتدي ورك او بتعمل ورك على التشارج عشان خاطر تحركها، صح؟ يبقى معنى كده اقدر اقول برضو ان الاي ام اف هي عباره عن الورك اوفر مين الكوانتيتي تشارج. في اي مشكله؟ طيب اليونت بتاعتها هتبقى ايه؟ برضو هتبقى جول بير كولوم، يبقى فولت. تمام؟ الالكتروموتيف فورس زي البوتنشال ديفرنس بالظبط. هو البوتنشال ديفرنس دوت كان بيعمل ايه؟ مش بيحرك بوينت من بوينت سوري تشارج من بوينت لبوينت، صح؟ هنا هي بتعمل ايه؟ بتحرك التشارج من بوينت اهو توديها لللو، بس تيجي جوه بقى تروح شدها من اللو وديها فين؟ للهاي تاني، يعني كانها بتلففها لفه كامله في السيركت، يعني بتجيبها من بوينت تلففها ترجعها تاني لنفس البوينت. فيها مشكلة؟ هي دي اللي بتعملها الالكتروموتيف فورس. طيب احنا اتفقنا ان هي زيها زي البوتنشال ديفرنس من حيث اليونت، صح؟ ومن حيث ان هي بتعمل ورك. طيب ايه الفرق الوحيد؟ الفرق ان ديت بتحرك التشارج ما بين تو بوينتس، انما ديت بتحرك التشارج ثرو ذا هول سيركت، بتلففها لفه كامله في السيركت كلها. اوكي؟ فيها اي مشكله؟ طيب لو جينا نعمل ديفينيشن، عايزين نعمل ديفينيشن للالكتروموتيف فورس، برضه بقول it is the work done، the electromotive force of a source is the work done، بس هو الورك done by the source ده هل هو نوع واحد ولا نوعين؟ اتفقنا ان من بره السورس ده electric، صح؟ من جوه ده نوع تاني، فيبقى معنى كده ان انا ما ينفعش اقول work done واسكت، لا، الصح ان انا اقول ايه؟ total work done، لان هي اللي بتعمل الاثنين. اوكي؟ يبقى معنى كده the electromotive force the source is the total work done. تمام؟ to transfer quantum charge of one coil برضه. بس هنا بقى المرة دي مش ما بين two points، ده ديت through ايه؟ the whole circuit. تمام؟ وعشان أأكد إن هما نوعين بقول inside and outside the source، لأن هي بتحركها جوه وبتحركها بره. يبقى نقولها تاني كلها على بعض. The electromotive force of a source is the total work done to transfer a unit charge through the whole circuit inside and outside the source. في أي مشكلة؟ تمام. أسأل سؤال بديهي شوية. الـ elements بتاعتي كلها أو الـ materials أو الـ matter عموما بيتكون من atoms، صح؟ والـ atoms ديت جواها ثلاث انواع بارتكلز مختلفين، بروتون ونيوترون والكترون، صح؟ ماليش دعوه بالنيوترون خالص لان انا بتكلم على تشارجز والنيوترون نوت تشارج. يبقى انا الاليمنتري تشارجز اللي عندي هما مين؟ الكترونز ومين؟ وبروتونز. يا ترى متخيل ان في الكوندكتنج ماتيريال مين اللي هيتحرك، الالكترونز ولا البروتونز؟ البروتونز عشان تخرج من جوه النيوكليس محتاجه نيوكليار رياكشن، هيبقى صعب جدا ان انا اخرجها، فانا مش هفجر القاهره كلها عشان خاطر انور لمبه، مش هينفع. انما الالكترونز اللي بره في الاوتر موست شيل سهل ان انا احركها، سهل ان انا اشيلها، صح؟ فالفكره ان انا اقدر اشيلها واروح محركها في الكوندكتور فيمشي كده. في اي اعتراض؟ يبقى التشارجز ديت اللي انا متوقع ان هي تكون ايه؟ electrons اللي هي negative charge. طيب لو انا واقف هنا عشان خاطر اشوف الكرنت intensity، فبنعمل counting للcharges، طبعا حاجه تخيليه، ما احنا بنعملش counting للcharges بس تخيل. طب انا ما شفتش الcharge، شفت مين؟ الالكترونز. والالكترونز كلها اللي خلقها ربنا في الدنيا كلها identical تماما، كلهم ليهم نفس الcharge بالظبط، كل الالكترونز الcharge بتاعتها 1.6 times 10 power negative 19 كولومب، ولا بيزيد ولا بيقل. اوكي؟ كل الالكترونز ليها نفس التشارج بالظبط. فانا لو لقيت 50 الكترون مثلا عدوا،
يبقى معنى كده التشارجز اللي عدت قد ايه؟ هعمل 50 ملتبلاي ايه الرقم ده، لقيت 1000 الكترون عدى هعمل 1000 ملتبلاي الرقم ده، صح؟ يبقى الكوانتيتي اوف تشارجز اقدر ان انا اقول ان هي ايكوال النمبر اوف الكترونز اللي عدت ملتبلاي التشارج بتاع كل واحد فيهم، صح؟ يبقى انا اقدر دايما في الكوندكتنج ماتيريال عشان خاطر اعرف الكوانتيتي اوف تشارجز ممكن اضرب ايه النمبر اوف تشارجز في التشارج بتاع كل ايه واحده منهم، خلاص. وهم اللي عندي مين؟ الكترونز. فيها اي اعتراض؟ طيب الالكترونز اللي هي نيجاتيفلي تشارجد هتخرج من النيجاتيف بتاع البطاري ولا من البوزيتيف؟ يعني متوقع ان فين الحته اللي فيها الكترونز كتير؟ النيجاتيف، صح؟ يبقى الالكترونز طالعه من هنا هتعمل ريبل مع النيجاتيف اللي زيها وتروح تجري تعمل اتراكت مع مين؟ مع البوزيتيف. في اي مشكله؟ وجوه هنعمل دايركشن حركه تخيليه كده ان هو بيتحرك تاني من البوزيتيف للنيجاتيف، بس اللي جوه بيتحرك جوه بيبقى ايونز او حاجه تانية، بس هنعملها تخيليه، يعني النيجاتيف تشارج بتتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف جوه. اوكي، حلو قوي. يبقى تاني الالكتريك كارنت هو فلو اوف تشارجز، والتشارجز ديت اتفقنا ان هي كلها الكترونز في الكوندكتورز، صح؟ والالكترونز بتتحرك من فين لفين؟ من النيجاتيف بول بتروح لفين؟ للبوزيتيف بول. يبقى معنى كده دايركشن الكرنت من فين لفين؟ طب ده ما يتعارضش مع حاجه قلتها قبل كده؟ ايوه، المفروض ان هي تتحرك من الهاي اللي هو البوزيتيف لللو، وده فعلا الحقيقه ان الكرنت اللي هو السهم الازرق ده فعلا بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف. مش مقتنعين، صح؟ لازم بس نفتح مخنا بره الموضوع خالص، يعني انا هخرج بره الموضوع ده تماما واحاول افتح مخنا على حاجه تانية. تخيلوا كده ان انا ركبت اسانسير من الدور الارضي ودست على الزرار 5، ايه اللي بيحصل للاسانسير؟ ايه اللي بيحصل لي؟ انت لما بتركبي وتدوسي على الزرار 5 ايه اللي بيحصل لك؟ بتطلع للدور الخامس، صح؟ انت بيحصل لك كده، انت بيحصل لك كده، في حد بيحصل له اي حاجه تانية؟ انا بيحصل لي غير كده. انا لما بركب اسانسير ببقى برنس جدا في نفسي، بقف كده ما بتحركش خالص، بدوس على زرار 5 الدور الخامس هو اللي بينزل، يعني من غير كسوف. اللي شايف الكلام اللي انا بقوله دوت هاري يرفع ايده من غير كسوف، مش هنتكسف. ها؟ ماشي، ما تجيش تاني. بهزر. طيب، تعالوا نفتح مخنا شوية. أنا دلوقتي اسمه دوت ابن أختي مثلا جه يركب معايا الأسانسير الصغير، و كان عامل شقاوة وبتنطط وكده. احنا دوسنا على الخامس، فالمفروض ان على حسب كلامكم ان الاسانسير بيطلع لفين؟ للدور الخامس. يبقى انا كده بتحرك وبطلع للخامس، ولا الخامس هو اللي بينزل لي؟ على حسب كلامكم، انا مش مقتنع بيه بس على حسب. يبقى انا بتحرك، يبقى هو نفس الكلام، ابن اختي برضه نفس الكلام، ايه؟ بيتحرك وبيطلع للخامس. طب هو عامل شقاوة مضايقني وانا عايز مثلا ايه اضربه مثلا كده او انغزه اي حاجة، هلا وهو بيتحرك هل انا هعرف اضربه؟ لا، انا شايفه ثابت بالنسبه لي وقدرت ان انا اضربه او اقول له اسكت او كده، صح؟ يبقى الكلام اللي انتوا قلتوه فيه حته غلط، انا مش شايفه بيتحرك، انا شايفه ثابت جنبي على في الاسانسير. طب هو زعل وقلت له طب خلاص ورحت شايله واتصورنا مع بعض سيلفي في مرايه الاسانسير ومش عارف ايه وبتاع، طب هل مرايه الاسانسير بتتحرك ولا ثابته؟ انا بالنسبه لي شايفه ايه؟ ثابته. يبقى انا كاوبزرفر انا شايف اللي معايا في الاسانسير ثابت، ثابت تماما، الاسانسير نفسه ثابت تماما. ايه اللي انا شايفه بيتحرك؟ انا شايف العماره كلها هي اللي بتتحرك بتنزل لحد ما الدور الخامس بينزل، ده اللي انا شايفه وهو ده اللي بيحصل بالنسبه لي، تمام؟ لسه مش مقتنعين شويه. نفس الكلام لو انا سايق عربيه وشايف عمود نور،
انا بشوف ان العربيه ثابته، تابلو ثابت، المرايه ثابته، اللي راكب جنبي ثابت، وعمود النور هو اللي بيتحرك وجاي ناحيتي. ده الصح بالنسبه لي، انا لما اقول ان عمود النور هو اللي جاي ناحيتي. انما لو واحد واقف بره وبيتفرج علينا، هو شايف العربيه هي اللي رايحه فين؟ ناحيه عمود النور، صح؟ لو واحد واقف بره العماره وبيبص علينا، هل هو شايف ان الدور الخامس بينزل لنا ولا احنا اللي بنطلع للخامس؟ احنا اللي بنطلع للخامس. دي طبعا ما فيهاش اي نقاش. السؤال بقى دلوقتي، مين اللي صح؟ هو احنا اللي بنطلع للخامس ولا الخامس اللي بينزل لنا؟ من وجهة نظرنا واحنا جوه شايفين ان هو بينزل لنا، من وجهة نظر اللي واقف بره احنا اللي بنطلع له. مين فينا اللي صح؟ انهي وجهة نظر اللي صح؟ الاثنين صح. طب ليه الاثنين صح؟ لان في الاخر هيأدوا نفس النتيجة. في الاخر احنا بقينا فين؟ بقينا في الدور الخامس. يبقى في الاخر هيأدوا نفس النتيجة. نفس الكلام العلماء لما جم اتكلموا في الجزئية دي، كانوا فاكرين زمان قبل ما يكتشفوا الالكترونز اصلا ان التشارجز ديت اللي بتخرج من الباتري هي بوزيتيف تشارجز، وبتطلع من البوزيتيف تروح لفين؟ للنيجاتيف، تمام؟ بس جي تومسون اكتشف ان في الكترونز، والالكترونز ديت هي اللي بتخرج من النيجاتيف تروح لفين؟ للبوزيتيف، تمام؟ وراح قال لهم يا جماعه طب ما هو كده يبقى الدايركشن بتاع الكرنت اللي انتوا عاملينه كله غلط. قالوا له لا مش غلط، احنا الاثنين صح، وجهتين النظر صح، وهتأدي نفس النتيجة، خلينا في الدايركشن اللي احنا شغالين بيه. نقولها بطريقة تانية، انا لو عندي positive charge بتتحرك ناحية اليمين، تمام؟ ده دايركشن الموشن بتاعه. فهم قالوا يبقى هو ده دايركشن الكرنت، دايركشن الكرنت هو دايركشن positive charge. تومسون جي قال لا، ده ما طلعتش positive charge بتتحرك يمين، ده طلعت negative charge بتتحرك ناحية الايه؟ الشمال، خلاص؟ طب الكرنت اللي هي عاملاه برضه هيبقى فين؟ قالوا هي هتعمل نفس التأثير بالظبط، وهتدي نفس الريزلت بالظبط، ويبقى الكرنت برضه يمين. لو عملناها بطريقة ماثيماتيكال بسيطة جدا، التشارج هنا بوستيف، وهي بتتحرك في دايركشن باعتبار ان الدايركشن دوت هو البوستيف، يبقى الكرنت هيبقى ايه؟ بوستيف. بوستيف ملتبلاي بوستيف هيدينا ايه؟ بوستيف. طب هنا التشارج نيجاتيف وبتتحرك في الدايركشن النيجاتيف، نيجاتيف ملتبلاي بنيجاتيف هيدينا ايه؟ بوستيف. يبقى معنى كده ان الكرنت برضو اللي عاملاه التشارج ديت هيبقى ايه؟ بوستيف، عكس الدايركشن بتاعها. يبقى اي نيجاتيف تشارج في الدنيا لما بتتحرك بتعمل الكرنت عكس الدايركشن بتاعها، تأثير الكرنت بيكون عكس الدايركشن بتاعها، مقلوب. يبقى الالكترونز اللي هي نيجاتيف تشارج لما تتحرك من هنا لهنا، يبقى هي تعمل كرنت عامل ازاي؟ عكس الدايركشن بتاعها. فهمنا؟ حد عنده اي استفسار؟ مهم جدا ان احنا نكون فاهمين. يبقى كده احنا عندنا تعريفين للدايركشنز اوف كرنت. اول تعريف اللي هو conventional او traditional direction of current، اللي هو المتعارف عليه او القديم، يعني هو ال direction of current from positive pole of the battery to a negative pole of the battery، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه لحد اخر السنة. يعني دايما حتى لو قلت ان في الكترونز تتحرك يمين، يبقى انا على طول احط الكرنت شمال، لان انا اشتغل بدايركشن كرنت مش دايركشن الكترون. والدايركشن التاني اللي هو الالكترونيك دايركشن اوف كرنت، اللي هو دايركشن الالكترونز، اللي هو ذا دايركشن اوف الكترونز فروم ذا نيجاتيف بول اوف ذا باتري تو ايه؟ بوزيتيف بول اوف ذا باتري. حد عنده اي استفسار؟